الكثير من الناس يبحثون عن أي شخص أو أي شيء لإلقاء اللوم عليه، شخص ما أو شيء ما، للإشارة إليه على أنه السبب لما وصلوا إليه، لأنهم يؤمنون ويعتقدون أن عدوهم من خارج أنفسهم. دائماً ما يلقون اللوم على الظروف وعلى الناس، لكن الواقع عدوك هو أنت نفسك. داخل عقلك يتحكم بك بمشاعرك، عدوك الحقيقي الذي يهاجمك كل يوم، وهو العدو الذي يجب عليك قتاله. اقتل الشك، اقتل الخوف، اقتل الأفكار السلبية في حياتك وفي كيانك. كن حراً في انطلاقك وابحث عن نقاط ضعفك وحطمها. تحمل اللوم، تحمل المسؤولية، استلم دفة قيادة حياتك نحو الأفضل. ها أنا ذا، لم أعد الشخص نفسه، برغم كل آلامي، برغم ضعف نظري، برغم كل طفولة القاسية. ها أنا ذا، أستعد للأفضل، أحارب ضعفي، لا أخاف من الرفض، لا أخاف من السقوط، أتدرب، أنزف، أعرق، أقاوم كل التحديات، لن أحتاج منبهاً، فرغبتي توقظني، عزيمتي توقظني. ساحة المعركة هي عقلي، سأركل كالسهم وألكم كالثور، رغبتي بالفوز تسبق فشلي، أسابق مصيري نحو الأفضل، لا أحد أفضل مني. أصنع بعد قدر الله فرصتي بيدي، أتحدى الأفكار، أتحدى الإرهاق والتعب، أقاتل وأتدرب كالمحارب، أواجه مخاوفي بجسدي، بعقلي وبروحي، لا قيود علي، وإن وجدت سأحطمها، سأكون الأفضل في مجالي. أتمرن كما يفعل الأبطال، أنطلق كالرصاص، وإن سقط فسأسقط كالنسر. أغرس مخالب عزيمتي في الفشل، أحمله وأسقطه على الآخرين، لا أقبل بأقل من النصر، سأنتصر مرة وعشراً وألفا. لن أخاف من الإخفاق، سأنهض كل مرة وأقاتل بكل ما أوتيت من قوة. سأقتل الخوف، أي خوف، سأقتل اللوم وأقتل الكسل، أتدرب، أعرق وأنزف. سيصرخ جسدي من شدة التعب ويقول لا، وسأصرخ بأعلى صوتي وأقول نعم، لأن قوتي بعد استعانتي بربي في قلبي وفي شغفي. سأواجه نفسي، أتغلب على حطامي وأمضي، وستتحطم بإذن الله كل الأبواب أمامي. أتحكم بعقلي، بأفكاري، بقلبي، فكل شيء معي، كل شيء سيخضع لي بإذن الله، أنا وحدي. سأسيطر، سأدعم نفسي بنفسي، سأهزم عدوي، ليس بقتاله، ولكن بأن أصبح أفضل منه وأذكى منه، ولأصبح كذلك، سأخرس أصوات الفشل داخلي، وأتدرب كل يوم، وأرفع لياقتي. بدلاً من أن أضرب كيس ملاكمتي 5000 مرة في اليوم، سأجعلها أكثر. بدلاً من 100 تمرين ضغط على إبهامي فقط، سأتمرن لأطير ليصبح العدد مجرد سراب. ذلك سيجعل عدوي يرتعد من الخوف. كل ثانية تضاف من التعب ستزيد ثقتي وتعزز فرصي بالفوز. سأحطم كل الأرقام القياسية التي يتوجب تحطيمها، أحطم أرقامي نفسها في كل مرة. أنا سيد نفسي، وأنا المسيطر وقائد نفسي، أنا آلة قتال بشرية، فالرغبة والحماس والإصرار يشعلني من الداخل. أولويتي هي هدفي، سأعبر المستحيل نحوه، أتشبث به، فالعزيمة هي القوة. سأتدرب، سيعترف الأعداء بهزيمتي إياهم من أول خطوة أخطوها في قتالهم، سيستسلمون، سيخضعون، سيعترف العالم بي، وسيسعى خلفي المحبون والأعداء. ستأتي اللحظة حتى أكون جاهزاً لخوض الحرب ضد نفسي، ضد عدوي. سيكون اليوم هو يومي، ولا أحد سيقف في طريق أحلامي. الهزيمة حالة ذهنية، ولا يمكن هزيمة أي أحد إن لم يعترف هو بهزيمته. تعلم كيف تتحكم بمشاعرك، لأنك إن لم تفعل سيقوم أعداؤك باستخدامها ضدك. بروس لي.